افتتحت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مكتبتها الجديدة، وذلك في إطار الحرص على الارتقاء بأعضائها في جميع الأنشطة والمجالات إلى جانب تنمية مهاراتهم. ومن المقرر تنظيم عدة صالونات ثقافية لمناقشة أبرز الإصدارات الثقافية عبر استضافة العديد من الكتاب والمثقفين بهدف المساهمة في مناقشة قضايا المجتمع وبحث الحلول لها. وتضم مكتبة التنسيقية عددا من إصدارات وكتابات أعضاء التنسيقية، بالإضافة إلى مساهمات وتبرعات أعضائها والأحزاب السياسية والمؤسسات الثقافية. وتتضمن عددا من السلاسل العلمية والبحثية وكتب السياسة والعلوم الاجتماعية وغيرها من المجالات. سبب بادية بالتبرعات، مش معمولة، مش عاملينها بتكلفة أو بفلوس، يعني احنا عاملينها بالتبرعات وتبرعات الأعضاء. كل واحد جاب مكتبته الخاصة عشان خاطر يعمم المعرفة ويبقى فيه مشاركة للوعي اللي احنا كوناه بالقراءات بتاعتنا بينا وبين بعض، خاصة كمان احنا معانا شباب صغيرين، فدولت يعني في العشرينات وفي بداية العشرينات، فالشباب ده محتاج يقرأ، فمين اللي هيوجهه للقراية؟ الكبار اللي قروا شوية أو اللي عندهم خبرات. فاحنا بنعمل عملية من التراكم والتداول المعرفي بين الأعضاء وبعضهم. احنا عندنا تنوع كبير جدا جدا من الكتب. حضرتك عارفة ان احنا في التنسيقية عندنا كافة الأيديولوجيات، فبالتالي المكتبة بتاعتنا برضو فيها كل أنواع الكتب اللي حضرتك تتخيليها، بكل الأفكار، بكل التيارات. عندنا في التنويع عندنا كتب اجتماعية، كتب مثلا سياسية، عندنا كمان كتب أطفال، عندنا جزء ورقي وجزء كمان إلكتروني، وجزء الإلكتروني كمان احنا عملناه جزء مسموع، بحيث ان احنا بنحاول نرتقي بالوعي لجميع أعضاء التنسيقية وازاي ان احنا ننمي مهاراتهم. فبالتالي بنحاول نسهل فكرة ان انا ازاي يبقى عندي كتب في يعني مختلف المجالات. هي النهارده احنا بنشهد حدث رائع جدا، إضافة للتنسيقية، وهي مكتبة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. الجميل في المكتبة دي مش زي أي مكتبة عادية، دي مكتبة تشاركية، تبرع من أعضاء التنسيقية، فبالتالي في عمل جماعي، في مشاركة، في بناء لده. بتكمل أهداف التنسيقية في مسألة التنمية والبناء السياسي. التنمية والبناء السياسي لازم يصاحبه وعي وتثقيف للسياسيين، فعندنا مكتبة متنوعة تعكس التنوع اللي موجود في التنسيقية، لأن دي من تبرعات الأعضاء. كمان ثرية جدا، عناوين ثرية جدا. تشهد التنسيقية افتتاح مكتبتها اللي هي بتضم العديد من الكتب اللي بتغطي مجالات مختلفة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، واللي تم فهرستها من خلال أعضاء لجنة المكتبة داخل تنسيقية، وبتهدف بشكل أساسي العمل على رفع بناء القدرات والبناء التوعوي لأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.